السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وعساكم من عواده. قضينا اجازتنا حقت عيد الفطر عند ربعنا وحبايبنا في قطر. ما انكم عارفين قطر شبه جزيره ويحدها من ثلاث جهات بحر. طبعا كل الثلاث جهات هذه الخليج العربي، ولكن هي اقرب الخليج عمان اللي يطل على بحر العرب. فمعناته أنه بما أنها شبه جزيرة ومن أغلب الجهات بحر وقريبة من خليج عمان، فبالتالي الثروة السمكية عندهم يعني مفعمة بأغلب ما لذ وطاب من البحريات. فما أننا في قطر وبينكم مشتهين سمك اليوم، فقلنا بنمر على أحد أكبر أسواق الأسماك ونشوف إيش عندهم، منها نغطي لكم ومنها نأخذ غدانا ونزين. نقول بسم الله على سوق مصلال. طبعا سوق مصلال احد اكبر اسواق المركزية، خضار ومواشي وطيور وفاكهة واسماك، حتى التمور موجودة طبعا، لكن بعيد شوي عن الدوحة. تقريبا تطلع له من نص قطر تاخذ لك ابو 25 كيلو، يعني نص ساعة في الزحمة يعتبر قريب. شي اللي يهمنا احنا اليوم هنا قسم المزروعات. بويا تبين سمكة؟ تبي سمكة. حنا اللي يهمنا سوق الأسماك. يلا نوقف ونقول بسم الله. المعلومية ترى في قطر يمشي عندهم تطبيق توكلنا. شكرا. ما شاء الله تبارك الله. هذا السوق أول ما دخلنا قسمين، قسم هناك والقسم الثاني هنا. نظام البسطات ما شاء الله تبارك الله مرتب، مفصولة عن بعض، فيها نظام تصريف. الطاولات أغلبها ستانلس ستيل، الهوامير شغالة ما شاء الله. الروبيان كم هنا كبير ما شاء الله؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. أم الروبيان؟ أم الروبيان كم؟ مشبوع قاعد يد الفلوس. أم الروبيان كم؟ 65 ما شاء الله. هذا بلح البحر الأخضر. كم آخر هنا؟ كم آخر هنا؟ ستوكوزا كم آخر؟ 8 دولار. وهنا؟ هذا 30 دولار. هذا كبير معلوم. تشكيلة الأسماك جميلة ما شاء الله. أغلب الأسماك اللي موجودة عندنا في الشرقية وبعض الأنواع في البحر الأحمر موجودة هنا، زي هذا البياض، الحمام، الفسكر، السكن. على كم السكن؟ 28. لا سكن لا. شنر؟ هامور وين؟ هامور فيها. كم هذا هامور؟ 30. 30. هذا روبيان المياه العذبة. الله تبارك. عايز كرامبي. اسم العلمي ماكرو بروكيوم روزنبرغي. الله اكبر. هذه ما دكتور عايشه كان دكتور. ايوه دكتور دكتور. هيا بدا فيديو فيديو بدا. ما شاء الله. باكستاني دي ها؟ اي باكستاني. بس ما في شيء اليد شكل كذا كويس. اعطيني كيلو بس كبير كبير ما في شيء اليد. ابدا جرب. ايوه اجيب هذه كبيرة ما شاء الله. قرنا ايوه ركب ركب ركب. بس سوي زيادة وزن عشان تكسر يد بعدين. صح؟ لايف لايف هذا.
أنا يجي ها؟ هامور كم يا معلم؟ ما شاء الله تبارك الله. صغير صغير شوية ما في ها؟ ولا هناك؟ وكان عاد؟ الكان عاد 18 ريال ما شاء الله تبارك الله. يا بلاش بعدين نسولف على الأسعار. والهامور ب 20. حمام؟ حمام هذا ربيب كلام ايش؟ هاي ربيب. هذا ايش ربيب كم؟ الربيب ب 12 ريال ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شعري شعري كم؟ شعري ب 6 ريال ايش ناخذ؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. السوق طبعا زي ما قلت لكم قسمين ونقدر نقول انه عشان فترة العيد فما في زباين عشان كذا احد اسباب ان الاسعار نازلة ما شاء الله. كبير كم؟ 17 ما شاء الله. يا بلاش يا بلاش هنشوف اخوه ما شاء الله يا بلاش ما شاء الله تبارك الرحمن. الشباب اللي تابعوني في فرضة القطيف أتوقع مستعجبين بالأسعار لكن زي ما قلت لكم عشان رمضان والسوق نازل وكل السمك ما شاء الله طازج من عندهم. شوف الهامور هامور كم؟ 25 ما شاء الله 100% نظيف ما شاء الله تبارك. طبعا مو كل المحلات فاتحة لكن مرتبين ما شاء الله. ها آه كم اخر هامور؟ ابغى واحد حبه. 30 اخر مره. 25 شيل. 25 شوف لي هذا كم وزن. طبعا حبات الصغيره كيلو كيلو ونص. من 30 إلى 33 هو قال لي 33 بس أنا بكاسره. 30 30 30 جيب يلا. لا لا يجي 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 إن شاء الله. إن شاء الله. زبيدي كم آخر؟ زبيدي 45 نص. جاروس كبير ما في؟ هذا نص كيلو. سيباس نص كيلو حبة ها؟ نص كيلو. كم؟ هذه 35 وهذه سمكة موسى ب 20 ريال. دينيس ما في؟ دينيس ما في. دينيس ما في. هنا الهامور وهنا السكن ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. كم صافي؟ كم؟ 20 صافي ب 20 ريال ما شاء الله تبارك الله. لا هذا كويس جميل. دينيس دينيس 30 تركيا اي روبيان ذا خلينا هنا هذا ب 15 بس ان اللي هناك احسن الرمير والشعري والعنفر. أخذنا واحدة من الهوامير شكرا ما شاء الله تبارك الله. اللي يحب الحبول وبيض السمك هذا ما شاء الله. هذه الحبول اللي يبغاها لحالها مقلية فنانة. كم كيلو هنا؟ 40 حق ليش؟ حق هامور ولا حق ايش؟ بياض ولا ايش؟ تشكل ميكس؟ هامور في هذه ثلاث في هذا واحد ما شاء الله. الأسود هذا بداية
اوكي تليفون هذا صناديقنا المزيون خدمة العربيات صراحة جميلة ومجانية هنا في السوق خذنا ثلج نضبط الصندوق ونحطه طبعا في خدمة تنظيف هنا في الجهة الثانية هناك يعني تقدر تنظف بنروح لها الحين ونوريك ستانلستيل ميزته ما يصدي والله كان عتمنا ما شاء الله تبارك الرحمن قول الاستفزازات ما شاء الله ناخذ الاستفزازه شيل هذا شيل شوف كم وزن كم كم؟ 60 850 جرام نصفي خلصت من السوق هنا قسم ثاني مفصول حق التنظيف طاولات انتظار تحاسب يدخل داخل هناك وتنظف أنا ما أني من الناس اللي أحب أنظف سمكة بنفسي راح أنظفه هنا وأنظفه سأجيب أطبخه إن شاء الله أشوفكم على خير في مطعم بعد يشوي يزبط لك السمك اللي تأخذه من السوق انتهت زيارتنا لليوم حق سوق الأسماك في قطر في أم صلال إن شاء الله أنكم استمتعتوا فيها ناس كثير أتوقع بتنصدم من أمور كثيرة في السوق لكن كلها أمور الأفضل الحمد لله في كم تعليق إن شاء الله بعلقه لاحقا وأشرح لكم عليه بالنسبة للتغطية هذه إن شاء الله راح أنزلها اليوم في الليل في قناتي في اليوتيوب وفي التليجرام فأرفع الشاشة أضغط اشتراك وعلى زر التنبيه برضو عشان أول ما أنزل الحلقة كاملة تكون مرجع وتقدر توصل لها تدرون وش سالفة الحبل السري هذا؟ قفلت القفل هنا بالمفتاح ولا عاد رضى يفتح. لأن الحبل السري هذا هنا نسحبه. نسوي كذا. الله. وينفتح الغطاء. هذا طبعاً صندوق السميتات والموية. بس اللي يجي قطر ما ياخذ اللبن هذا حق الأولين. غلطان. طبعاً برودته زينة. لكن احنا نبغاه يبرد زود مع العصير هذا زمان كان موجود عندنا من ايس كريم مثلج وهذا برتقال فنحطه هنا لما نوصل المنفذ يبرد كويس ونشربه ان شاء الله نقفل نخلي الحبل طارف ونقفل طلعنا باقي الفكة اللي عندنا قلنا نفلل فيها بنزين هذي يقولون البنزين في قطر أرخص بنعبي ونشوف 110 20 30 35 والله شكله بناخذ عيديات فوفو عشان نكمل فل فوفو أعطيني فلوس
دخلنا الحمد لله بالسلامة من منفذ أبو سمرة. بالنسبة للزحمة والله دخول قطر فيه شوي زحمة ولكن لا تعتبر يعني، برضو الخروج من قطر زحمة بسيطة يعني كلها من أول ما دخلنا أول نقطة تفتيش حقت الجمارك في قطر لحد ما دخلنا الآن في السعودية ما أخذت كلها على بعضها 20 دقيقة 20 دقيقة، مع أنه في عز العيد يعني أو ثاني العيد فيعتبر زحمة هذا، ولكن إجراءات الدخول والخروج جدا سهلة. والشباب اللي يسألون على موضوع البطاقة، سألت الجوازات في الجانب القطري وفي الجانب السعودي، قلت هل تم تعميم الدخول ببطاقة الهوية؟ قالوا لي نعم. فالشباب اللي يسألون من أول ما مشيت البطاقة، نعم الدخول إلى قطر سواء كنت سعودي. فأقول لكم بالنسبة للسعودي والخليجي الدخول إلى قطر والخروج منها بطاقة الهوية تم تعميده وتقدر تروح إلى قطر. بالنسبة للتطعيمات الجرعة ما أحد سألني عنها نهائيا، ولكن في قطر أي مكان تروحه لازم يكون عندك تطبيق توكلنا اللي هو مقابل لتطبيق احتراز اللي عندهم، وتوريهم إياه لما تدخل أي مجمع تجاري أو أي سوق. بالنسبة للبي سي آر ما في حاجة للبي سي آر نهائيا. بالنسبة للتأمين حق الأطفال أقل من 12 سنة أنا سويته حق وفا ولكن ما حد سألني عنه، ممكن هو موجود عندهم في السيستم فتأكدوا منه ما أدري، ولكن تأمين الأطفال في الموقع مطلوب تأمين لأي أحد أقل من 12 سنة ولكن ما حد سأل عنه. السلام عليكم. وهذا مشترانا من سوق السمك في قطر، كل شغلة بيجي لها يوم إن شاء الله ونسوي لها فعالية. وهذا الروبيان الجامبو ما شاء الله، وهذه الاستيكوزا وهذه الهامورة. كم تتوقعون هذه كلها؟ هذا كيلو وين روبيان المياه العذبة، وهذا كيلو وربع تقريبا، واحدة ثنتين ثلاثة أربعة خمس، الواحدة 200 جرام تقريبا، وهذه كيلو وهذه كيلو وين. اليوم نتعشى إن شاء الله على الهامورة. يلا كم هذا كله؟ كيلو وين؟ كيلو 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 وين؟ يعني 2 3 4 5 6 كيلو، كلها هذه على بعضها 6 كيلو، وما في أطزج من كذا. ما شاء الله ما شاء الله. ضبطنا الهامورة هذه بالميكا مشوي، شقها نصين ونزلها. ما عندي خلاص، 25 دقيقة ولا جاي. ما في مشكلة، حط عليها خلطة حمراء. بس ما يسوي ولا عادي، كل خلطة أعلى خفيف. ما شاء الله تبارك الله، هذه التتبيلة الحين. مسحة خفيفة وننزلها تتقمر. ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا هناك حارة الحين، كيف تشيلها؟ بالقصدير. يعطيك العافية يا محمد. الله يعافيك. شباب وصوني عليك وجيتك، قالوا لي في الميفة تضبطه. أنا بجرب اليوم. أنتوا تبيعون سمك؟ موجود؟ الدنيس موجود؟ موجود.
انا بوفر لكم الدنيس بالميفة تزبطهم يعني اذا حد جاب سمك من برا تسويه خلاص انا بقيم اليوم عدنا هو باين من الشكل ما يحتاج بحط لهم رقمك واتساب ترد على الناس خلاص الله يعطيك العافية شكرا لك حبيبي الله 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 هذه هامورتنا القطرية وهذا الرز النثري من عند محمد من المطعم أول شيء شو نسوي ناخذ الليمونادة ونعصرها على الذيل ليش؟ لأن كمية الجلوكاجين في الذيل عالية فتلاقي أترف لحمة تكون في الذيل ما شاء الله وهذه الأمورة قلنا لكم إذا الأمور مزيونة وباين ما شاء الله أنها مزيونة بنحط لكم ما شاء الله تبارك الله والرز نثري شوف حبته ما شاء الله بالهنا والعافية علينا خدود الهامور حق فوفو انتبه تفوتك ما شاء الله المطعم اللي سويت فيه السمكة بالميفة مطعم أرياف الأحساء طريق الرياض هذاك بنك الراجحي وهذا جامع خادم الحرمين الشريفين وهذا أسواق نحاس المركزية.